الرئيس الإيراني حسن روحاني وجه مناشدة للسعودية ودول التحالف بأن توقف عاصفة الحزم في اليمن. السؤال: ما هو رد سموكم على ذلك التصريح أو تلك المناشدة؟ والسؤال الثاني طال عمرك: ما هو الهدف، ما هو هدف طبعا قمة كامب ديفيد التي ينتظر أن تجمع زعماء دول الخليج مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، وهل تم تحديد موعد زمني لها؟ وشكرا. في الواقع كيف يمكن لإيران أن تدعونا بوقف القتال والقتال مستمر في اليمن منذ أكثر من سنة، على أيام الرئيس هادي صالح كان هناك 30 هجمة بين الحوثي وجيش هادي صالح، وبعد ذلك عندما تفحاله الرئيس السابق صالح مع الحوثي استمر القتال. فأين كانت مناشدة إيران لإيقاف القتال في اليمن؟ ونحن لم نأتي لليمن لغاية في أنفسنا، نحن أتينا لليمن لمساعدة السلطة الشرعية، وهي الطرف الوحيد الذي يمكن أن يتكلم بها اللغة التي تكلم بها فضيلة الإمام خميني. فإيران ليست مسؤولة عن اليمن، ولا سمعنا منها أي دور لعبه في اليمن عندما كانت اليمن في طور التنمية، ولكن بدأت أصواتها تطلع عندما صارت هناك مشاكل في اليمن وأصبحت تدخل نفسها في قرارات اليمن وتدعو هذا إلى شيء وهذا إلى شيء، وهي لا تفعل شيء إلا زيادة المشكل وزيادة العنف وطول أمد العنف في اليمن.